مؤتمر مهم لان المؤتمر هو فرصه باش يتجمعوا بزاف ديال الخبراء من البلاد العربيه باش يتحدثوا في موضوع التكنولوجيات ويعني ليتيليزاسيون ديال هذه التكنولوجيات. لان كل عام فيه تنتعلموا شيء اخر. المهم هو الناس ملي تيمشيو من هنايا يمكن لهم ياخذوا هادشي اللي تعلموه ويطبقوه، لان الا جاوا غير تسنتو ما فهمتي ما كاينش ما قدرنا. والمغرب يعني مقدم بزاف في موضوع التكنولوجيات التكنولوجيات المعلومات. يعني الطريق مازال كبيره، لان مازال دابا الاي جوفرمنت مازال الحكومه مازال ما عندهاش بزاف ديال المشاريع اللي تقدمها يعني الشركات ولا السيتويان يعني المواطنين. زعما مازال تمشي المقاطعه نصبوا الكواغط، ومازال زعما الى زعما المشاريع اللي يمكن اللي خصنا نديروها في المغرب لازم كبار. وإذا خصنا ما كاين خطوات، ولينا خصنا دابا ندوزو من الكلمات ومن هذا التطبيق باش يمكن نشوف باش المواطن يشوف الخدمات في كل نهار، ماشي غير الهضره ولكن يشوفهم. وريني زعما هي كاين لا فولونتي بوليتيك، ولكن كاين صعوبه في التطبيق. رانا عارف ماشي سهل، ولكن الحمد لله لا فولونتي بوليتيك كاينه باش يصوبوا. شكرا.